أكو أيضا نماذج أخرى موجودة بالمجتمع اليوم لابد أن نسلط الأضواء عليها، اللي هم المكفوفين. هسه المكفوف أنه هي كان من الولادة أو من بعد عمر معين أثر مرض، وبالتالي هذا الموضوع إحنا اليوم ممكن نسلط الأضواء عليه. كيف من الممكن أنه يستثمرون أو نستثمر هذه الطاقات أيضا موجودة بالمجتمع ونخليها وتدمج أيضا بالمجتمع؟ يعني عندهم عقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجوز من ياخذ من عندك شيء، يعطيك في أشياء، من ياخذ منك البصر ينطيك البصيره، والبصيره اعظم واقوى من البصر. خلي نتابع الريبورتاج اللي عاد ان الزملاء بعد كده نرجع ياكم. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام والفرات داركم. نرحب بالأستاذ الدكتور صادق حسين المالكي، عضو المجلس العلمي للأكاديمية العليا للدراسات العلمية والإنسانية، رئيس منظمة برائيل لتأهيل المكفوفين وضعفاء البصر، رئيس شبكة سنة للمنظومات المكفوفين في العراق، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بك. حياكم الله وحيا الله بالقناة الفاضلة قناة الفرات. الله يخليك، سعداء احنا بوجودك. نحن نسعد. الله يخليك. احنا اليوم ان شاء الله هي حلقة ايجابية انه نشوف مثل حضرتك دكتور متواجد ويانا نتحدث عن فئة مهمة جدا بمجتمعنا العراقي. هسه المكفوفين مثل ما ذكرت آمنة قد يكون من الولادة او مكفوفين بظل الاحداث اللي صارت، بعض الناس تعرضت لاحداث وصارت مكفوفة. اليوم انتم تعملون بجهد بتنسيق مع المؤسسات المعنية حتى نقدر نوفي حقهم، شلون نقدر ندمج المكفوف بالمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ننطلق أولا مما قلت أنت قبل أن أتكلم أنا، الله سبحانه وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقدان البصر لا يعني انتهاء الحياة أو خلص الإنسان بقى لازم يقعد، أو مثل ما يعبر عنه بالمجتمع خطية، وهذه الأمور اللي هي تنطلق من العطف والإحسان. نعم. احنا نرفض العطف والإحسان، نريد التأهيل، أن نستفيد من هذا الشخص الكفيف الذي فقد البصر يعوض بأمور أخرى تساعد على أن ينهض بأن يكون كالآخرين. سنة. لأن السياسة العامة الدولية والإقليمية والوطنية هي تنطلق من المساواة، وأن نستفيد من طاقات البشرية انطلاقا من أن العوق هو نوع من أو ضرب من التنوع البشري، مثل ما يكون إنسان قصير إنسان طويل، فيمكن أن يعوض بأمور أخرى في القراءة في الكتابة في السير في الحركة. هذا إحنا الذي نركز عليه. من هذا المنطلق تكون المساواة أولا، ويكون التساوي. هناك مساواة وهناك تساوي. أن تنظر للمواطنين ككل تساوي، أن تهيئ له. يعني الآن اللي يصعد يغير مصباح ما يستطيع هو قاعد بمكان يغير مصباح، لابد أن يرد لدرج صحيح. فأنا هيئ لي الوسائل اللي تقوده. وشوف، وأكبر دليل على هذا بنات عندنا اثنين، واحدة ببغداد رقية أديب المرحلة المتوسطة بالبكالوريا، امتحنت بالأسئلة نفسها اللي امتحن بها زملائها، جابت 97%. حلو. في ديالة عندنا آية عماد فرع الأدبي صف سادس جابت 98 وهي كفيفة. إذا القدرات موجودة والإمكانات موجودة، فإذا توافرت عنصر التساوي استطعنا أن نحقق ما يحققه الآخر. أحسنتم. اليوم نريد نتحدث عن يعني أدوار معينة بالمجتمع. أكيد أكو دور كان تابع للعتبة الحسينية المقدسة والشيخ عبد المهدي الكربلائي في فتح هذه المراكز، يعني حدثنا عن هذا الموضوع. نعم، احنا المشكلة اللي نعاني هي قضية التعليم. نعم. والتعليم هو أساس الثقافة، أساس التقدم، أساس التطور. الحكومة لديها فقط معاهد في البصرة، في الديوانية معهد، ومعهد في النجف، معهد في بغداد، الأنبار والموصل فقط.
وبالاقليم موجود سليماني اربيل ادهوك، باقي المحافظات ما بيها مشكله. فقابلنا سماحه الشيخ كان منفتح وكان يعني الاستعداد الكامل، جنت كل امكانات العتبه الحسينيه المقدسه لهذا الشان. فاول معهد فتح في كربلاء معهد نور الامام الحسين عليه السلام، ثم بعد ذلك فتحنا معهد اخر في المثنى في السماوه. وهذه المعاهد الان خرجت طلبه، ويكفي ان اقول العام الماضي الاول على كربلاء من معهد نور الامام الحسين يدرس دراسه ابتدائيه ويدرس تعليم مسرع وندرس محو اميه. ما شاء الله. من اقول محو اميه نعلم قرايه وكتابه وايضا علم الاستعمال الحاسوب الناطق، والحاسوب الناطق نفس الحاسوب الاعتيادي نخليه له برنامج ناطق ينطق كل ما موجود على الشاشه. حلو. يدخل انترنت كذا، وان علمه على السير والسلوك، كيف يسير وحده، كيف يعتمد على نفسه، كيف لما يكون وحده بالشارع، لما يكون بالبيت. فلذلك حصلت موافقه سماحه الشيخ ان نوسع هذا المشروع، بصفتي انا المشرف على التدريس في العتبه الحسينيه بالنسبه للمكوفين، انفتح معهد الامام الباقر في الناصريه والامام السجاد عليه السلام في بابل والامام الصادق في طوس خرماته في الدوس. والسنه تقرر فتح معهد في جانب الرصافة، لأن الكرخ فيها معهد حكومي. نعم. والرصافة تعرفون الكثافة السكانية. أحسن. فتحنا الآن، والآن احنا عندنا دورة تدريبية للمعلمين، وفتحنا أيضا معهد آخر في ديالة. نعم. باسم معهد نور الإمام الرضا عليه السلام. نقول فتحنا أقصد شعبة معاهد المكوفين في العتبة الحسينية المقدسة اللي يرأسها الأستاذ عامر الشمري. مباركك. يعني مرخصتك علاوي بهذا الموضوع، لكن أنا أخذني الفضول مع كل اللي انت ذكرته دكتور صادق، انت كفيف منذ الطفوله، وشنو اللي خلاك انه انت تتوجه هذا التوجه؟ يعني بصراحه انا فقدت البصر وانا في الاول جامعه للاسف نتيجه ضغط داخل عيني. لكن ومن عائله اقول لك دون مستوى الفقر، دون اغنياء بحب الله ان شاء الله. نعم. اغنياء بحب الله. نعم. لأن والدي أنا من كنت الأول على الإعدادية ما شاء الله، ووالدي صار عنده جلطة وشلل نصفي في فترة العطلة بين الجامعة وبين الإعدادية، وأنا فقدت البصر بالأول وأنا أكبر إخواني واعتمادهم عليك. نعم. إيه. ولكن الحمد لله قدرت أكمل، وكنت الأول أيضا في الجامعة. شو كان اختصاصك؟ وكملت الماجستير والدكتوره ما شاء الله. شنو الاختصاص كان؟ نعم. الاختصاص شنو كان؟ انا علم اللغه لسانيات، والان انا درجه بروف في علم اللغه ما شاء الله، واعمل بالجامعه والحمد لله موفر. اشرفت حتى الان على 53 اطروحه الدكتوراه ما شاء الله ورساله ماجستير، وناقشت عينه بارده عليك دكتور. وناقشت 102 اطروحه دكتوراه ورساله ماجستير في ليس في جامعتي المستنصرة اللي كنت فيها، وأنها في جامعة القادسية وفي جامعة بالنجف الكوفة وفي جامعة أربيل وفي جامعة تكريت. ترفع لك القبعة بهذا الموضوع يعني. أتمنى لك الدوام الموفقية والصحة والعافية دكتور. دكتور، وهذا يأخذنا إلى سؤال مهم جدا، أنت بعد خبرة بالجانب التدريسي، كيف يتم تدريب المدرسين وتأهيلهم لإعطاء هذه الدروس التأهيل؟ نعم. المكفوفين. نعم. الآن الدورة والدورات السابقة اللي فتحت في العتبة الحسينية المقدسة بتوجيه من الممثل الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. نعم. الله يحفظه. ندرسهم برايل، نظام برايل. نظام برايل هو أن يقرأ الشخص باللمس. 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 عندك نموذج يمكن. نعم. وياك. نعم. اللمس هذا الكتاب. احنا البرايل تبدا من اليسار الى اليمين وليس مثل الانجليزي ويتكون من خليه. والخليه تكون على شكل نقاط بارزه مثل ما هو بارز، اذا الاخ المصور يقدر يطلع لنا اياها. هذه الحروف ندرسهم اياها. نعم. ويكون باستعمال اللمس. وهؤلاء الان المدربين هم من المبصرين ومن المكوفين ما شاء الله، حد ناهلهم امتحانات تقريب شبه يوميه. دكتور عفوا المقاطعه. نعم. الجهاز اللي تنقطون به موجود؟ نعم. خلي نشوفه. علي ممكن انه انت تاخذه باذن مرخصتك؟ اخذه منك مرخصتك. هذه هي لوحه تنفتح
ونخلي بها ورقة. نعم. هذه هي لوحة؟ لوحة نخلي بها تنفتح ورقة. تنفتح وتتخلى بها الورقة. تنفتح سأخذكم ورقة. هذه اللوحة. إذا تسمح لي بها سيد حتى. نعم. الورقة تصير من الكرتون. إيه. نعم. تفضل دكتور. الورق اللوحة هذه تنفتح بهذه الصورة. نعم. إذا كان تذكر أحرام الكارب الورقة نخليها داخلها. وراح تطبع. وراح تنزل عليها. وهذا القلم اللي نكتب به. هذا القلم؟ نعم، نثقب في هذه الخانات اللي موجودة. نثقب من اليمين إلى اليسار. ليش؟ حتى من نطلع الورقة تطلع لي هالصورة هذه من اليسار إلى اليمين. من اليسار. ونبدي ننقط. شوف ايش أريد أكتب مثلا، راح أكتب قناة. نعم. زين دكتور هسه انت دا تكتب الحرف. نعم. شلون تعلمونهم؟ شلون نعلمهم؟ المكفوفين شلون تدرسوهم على هاي الآلية؟ عندنا جهاز صغير. اول مرة نعود انامله على تلمس الحرف ومكان قراءته. لان كل حرف الى رمز معين، مو الرمز اللي موجود عندنا عند المبصرين. نعم. هو انا هذا اللي اريد اعرفه، يعني هي هذه الاحرف انت ذكرت انه هي انتم تبدون من اليسرى. نعم. لليمنى. نعم. زين هذن هن الاحرف اللي انتم تكتبوها هي الاحرف العربيه اللي احنا. لا لا، شايفين هذا بالدومنه السته الشيش. ايه. يكون عمود من ثلاث نقاط على اليسار، واحد اثنين ثلاثه. تمام. وعلى اليمين ايضا ثلاث نقاط، اربعه خمسه سته، نحفظها هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه. اذا كان فقط الواحد باقي ما طالعه هذا الالف. إذا طالع الأول والثاني، ما احنا قلنا رقمتكم إياها الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا الواحد والاثنين طالعين بس هذا يعني باء. إذا ثلاثة طالعين واحد اثنين ثلاثة هذا لام. حلو. واحد وثلاثة كاف. بس اثنين وأربعة وخمسة جيم وهكذا. صعبة بس هم سبحان الله. لا تدري اللي يجي الطفل وما يعرف يقرأ ويكتب هاي الحروف العادية مو صعبة عليه. صعبة. نفس الشيء لأن أي شيء تعلمه، لكن الحاجة تدعوك إلى أن تتعلم. وأنتم دكتور على أي أساس اعتمدتوا اختيار المدرسين؟ يعني هم مكفوفين لو تجيبونهم مبصرين؟ قسم مكفوفين وقسم مبصرين. هم لازم خريجين دارس. اشترطنا أن يكون عنده بالأقل بكالوريوس. والسبب حتى ان هذا الريده يعني نرفع من مستوى هذه المعاهد ومن مستوى الطلاب اللي راح يكون يجون. حلو. نعم. الدورات بالنسبه اللي تقدموها اليوم مجانيه ام مدفوعه؟ مجانيه كامله بكل يعني بكل ما شاء الله كل المعاهد؟ معاهد العتبه الحسينه كلها مو فقط مجانيه، مجانيه والنقل من باب الدار الى للمعهد ويرجعوا. فوق كل ذلك هناك تغذيه داخل المعهد وكسوه وجبات طعام حلو وكسوه. زين عفوا، وقال سمع الشيخ قال راح نكون مسؤول عن هذول الى ان نزوجهم. ممتاز. ممتاز. اليوم احنا نعرف انه لغه الاشاره هي لغه عالميه. نعم. لغه المكفوفين بهذه الطريقه بطريقه براين هل هي فعلا عالميه ام لكل يعني مثلا البلدان العربيه لها لغه معينه، اوروبا لها لغه معينه؟ الاساس النقاط هي نفس النقاط لكن كل لغه ترتيب الحرف شكل، يعني على سبيل المثال الالف بالعربيه هو اي بالانجليزيه، الباء هو البي بالانجليزي، السي ما عندنا احنا سي، عندنا اس. الاس هو نفس السين العربيه، يعني العربيه اخذت هذه الرموز. طب اخذنا الرموز اللي موجوده اللي طبقناها على حرفنا العربي وضفنا ان اللي عندنا الخاء. الخاء مين اخذناه؟ اخذناه من الاكس. الاكس نفس اللي هو موجود باللغه الانجليزيه. نعم. احنا اخذناه استعملناه للخاء. اذا هي كرموز هي حالها حال اللغه العالميه، يعني ما بيها لغة، لغة عالميه. لغه عالميه هي ترجع الى مكتشفها لويس براين. حلو. فرنسي. نعم. اللي هو مولود سنة 1809. زين دكتور هم عندكم يعني مدربين أجانب جنسيات أجنبية؟ لا لا. من خارج لو كلهم عراقيين؟ لا لا عراقيين كلهم عراقيين. شلون يتم يعني اختبارهم وتقديم المدرسين لكم للمعاهد؟ أول مرة مقابلة. نعمل نشوف قدراته إمكاناته استعداده لأن يشتغل هذه الشغلة، لأن مو أي واحد يشتغلها. هل عنده خبرة سابقة؟ إذا ما عنده احنا نسوي له خبرة سابقة.
خبرة حالية يعني. فهذا الاختبار بعدين يبدي يدرس ويكون مراقبة دائما متابعة ودورات أيضا تطويرية بين مدة ومدة اللي موجودين الآن عندنا. حلو. في 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 المعهد. إضافة لهذا إحنا عندنا منظمة اللي هي منظمة إبراهيم، عندنا فروعنا أو ممثلين بالمحافظات. نعم. نقيم دورات أيضا في المحافظات. حلو. لكن هي المشكلة وين أستاذنا؟ الآن محافظة ميسان ما بيها معهد. ما بيها معهد. زين. عندكم مشاريع مستقبلية لهذا الموضوع؟ هو هذا يعني ميسان ما بيها معهد. نعم. البصرة بيها معهد. وين؟ مركز المحافظة. أبو القرنة شلون يجي للمعهد؟ أبو المدينة، أبو الزبير شلون يجي للمعهد؟ كركوك ما بيها معهد. أكو خطة إنه هذه تصير مثلاً أكو بيها معاهد بعد؟ من؟ طبعاً أنا قلت لك سمعت الشيخ قال كل المحافظات اللي ما بيها معهد نغطيها، لكن أنا أقول جانب الحكومة قصدك؟ جانب الحكومة ما، لكن أنا أقول على سبيل المثال أنت تفتح معهد بديالة تخلي بعقوبة، أبو خانقين شلون يجي؟ صح. قدمت أنا شخصياً خطة إلى وزارة التربية. قلت لهم إحنا يجينا طفل ما يعرف إبراهيم، طفل مكفوف ما جاي يقبلوه. صح. يقول له أنا شلون أدرسه وهو ما يشوف، شلون أدرسه دار دور وأقول هذا الدار هذا عزيزي هذا ممكن أدرسه بهاي الطريقة. جيبوا لي معلمة من كل مجموعة مدارس دخلها دورة ما تربية خاصة، ندخلها دورة مو أكثر من أسبوعين ثلاثة تتعلم شو نسوي؟ أجيبها بدرس القراءة مثلا، خلينا نقول الصف الأول. هذول يقرون بعيهم دار دور تسحبه من الصف غرفة نسميها غرفة المصادر، تقعدة تحفظ الحروف ويرجع للصف في الدروس الأخرى. حلو. هذا نسموه دمج. شو يصير؟ الصف الأول هم حافظين الحروف بعيونهم تمام؟ نعم. هذا يجي حافظ الحروف بيش؟ باللمس. صف ثاني أهيئ له قراءة بطريقته، يجي المعلم طلعوا لي الموضوع الفلاني، ذولك يطلعون بالقراءة يقرون بعيونهم، وهذا يطلع بيش؟ باللمس. بالكتاب اللي عنده باللمس، وهي عملية بسيطة فقط وزارة التربية تشتري طابعة تخليها، والطابعة موجودة متوفرة سعرها خدنا للعتبة الحسينية 16,000 دولار. قالوا خاف من راح يقرأ يكتب؟ قلت لهم انا اجيب لكم مدرسين متطوعين على طبع المناهج، هذا اللي اريده ان شاء الله يصير. ونايم الان هذا المقترح بوزاره التربيه صار اكثر من 15 سنه. المناشده اللي تحب اليوم تقدمها المناشده للسيد وزير التربيه ضروري جدا اذا احنا نؤمن بالعداله والمساواه. هذول ابنائنا يعني الان هم في ارقاب في رقبه، يعني ضروري جدا ان نلتفت لهم. مدى كله قاعد بالبيت هذا ويعني يعطفون عليهم قاعد، وقسم عوائل اصلا تخجل تقول عندي ابن كفيل تخجل. احنا نشكرك دكتور صادق، كل ما تحدثت به مهم، وايضا نتمنى الصحه والسلامه لكل المكفوفين لا سيما زميلنا اللي كان موجود بمؤسسه الفرات وما زال بالفرات الاستاذ هو اللي اشار لك بالبنان. يخليكم انه انت اليوم كنت ايضا سند ودعم كل الامنيات ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام نروح الى فاصل قصير ونرجع، خليكم.